السلام عليكم. اقتحم المجهول موكب عاهل المغرب خلال زيارة بابا الفاتيكان، إذ ظهر بث تلفزيوني الرجل يركض صوب سيارة تقل العاهل المغربي بعد فترة وجيزة من وصول البابا فرانسيس إلى المغرب السبت 30 مارس آذار 2019، ولكن رجال الأمن سارعوا بالإمساك به، وكان الملك محمد السادس يقف في سيارة مكشوفة يلوح للجماهير التي كانت مصطفى على جانبي شارع بالرباط ضمن موكب سيارة يضم سيارات البابا. ولم يتضح ما الذي كان الرجل يحاول أن يفعله، إلا أنه اقترب من السيارة العائلة المغربي بدرجة كبيرة حتى صار على بعد أمثال قليلة منها. وفي الأخير نشكركم على حسن المتابعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.